تفاجأ الرأي العام امبارح بقرار غير مسبوق أخذ المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، قضى بوضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرف لبناني وإبلاغه للمديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، إضافة لمنع التصرف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هيدي المصارف. إلا أنه قرار القاضي إبراهيم تواجه بقرار قضائي تاني أخذ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وقضى جميده. فاعتبر عويدات بقراره أنه التدبير المتخذ بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده لما تصير المصلحة الوطنية مهددة. وتابع: وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية باشرت بوقف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معه، والاستمرار بهيك تدبير من شأنه أنه يفوت البلد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية بالفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول السيناريوهات المالية اللي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة اللي عم يمرق فيها البلد. وكيل الدفاع عن عدد من المصارف المحامي صخر الهاشم ذكر عبر تلفزيون نشرة جزء من تداعيات القرار اللي اتخذت على الصعيد الدولي: نحن امبارح الساعة 7 شطب لبنان وشطبت المصارف عن جميع الإكرام تبع البنوك المراسلة جي بي مورغان وبنك أوف نيويورك وبنك أوف أمريكا وبنك بنك فرنسا المركزي. نحن امبارح طلعنا خارج الاتصال الدولي بالمصارف، قرار خطير جدا. مصدر مقرب من القاضي ابراهيم اكد انه كان يفترض انه يسلك القرار طريقه نحو التنفيذ لحتى يتغير سلوك المصارف، وهيدا الامر بشكل ضغط كبير عليهم وبيدفعهم لتصحيح مسارهم، واكد انه ما في اي حاجه لموافقه المصرف المركزي على تطبيق القرار القضائي اللي كان بيهدف لحمايه حقوق المودعين مش تعريضه للخطر مثل ما عم يتهم البعض، الا انه المحامي صخر كان له راي قانوني مختلف. نحن اليوم عم نطعم بالقرار وفق الاصول، الماده 20 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه بتقول كل ما يتعلق بالعمليات المصرفيه، هيدي طبيعي، هي صراحه هيدي اختصاص النيابه العامه الماليه عم بقول لك اياها، كل ما يتعلق بالعمليات المصرفيه التي تنبثق عن قانون النقد والتسليف لا يحق للنيابه العامه الماليه تحريك الحق العام الا بطلب من حاكم مصرف لبنان. بس رجع علق المصدر المقرب من القاضي ابراهيم على انه الاخير بلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامي بالقرار اللي اخده وعمل اللي بيمليه عليه ضميره بناء على معطيات بتاكد تجاوز ال20 مصرف المذكورين لقانون النقد والتسليف، توصلهم بعد عده جلسات استماع مع 7 قضاة غيره، مأكد انه ما في اي ضغوط سياسيه دفعت باتجاه اتخاذ القرار، بس الضغوط السياسيه لعبت على وتر تجميد القرار بسبب انسجام المصالح المترابطه بين بعض المسؤولين السياسيين والمصارف. محمد زهوي، تلفزيون نشرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.